في ظل اللي بيحصل دلوقتي في قطاع غزة وفي ظل توحد كل العرب تقريبا وراء القضية الفلسطينية ومحاولتهم ان هم يساعدوا اهلهم في فلسطين حتى لو كانوا الحكام مختلفين عن الشعوب، بيحاول الاحتلال دلوقتي ان هو ينتصر باي شكل من الاشكال. من ضمن الحاجات اللي هو بيحاول ينتصر بيها ان هو يفرق بين العرب كلهم، زي ما حصل قبل كده ان احنا حطينا بينهم حدود، عايزين كمان نفرق بينهم بعد الحدود اللي احنا حطيناها لهم دلوقتي. فقصة كده من القصص المتداولة بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي من واحد من المدونين أو من الناشطين على حساب انستجرام اسمه محمود الحلبي، حكى عن فيديو أو حكى في فيديو عن موقف صغير كده حصل معاه أثناء ما كان بيحاول إن هو يدعم أهلنا في فلسطين، ولاحظ حاجة غريبة من الحاجات اللي بتحصل في بعض الحسابات اللي بتخش تعلق عنده على الستوريز أو الفيديوهات اللي هو بينشرها. صين دخلوا عندي على الحساب في التعليقات، الأول حاط صورة فلسطين بدون مناسبة، دخل كتب تعليق عن الأردن وتاريخ الأردن وحضارة الأردن ونظام الأردن، مسبات مسبات مسبات. الثاني كان حاط صورة علم الأردن، دخل رد عليه وعايره وسب عليه وقال له أنت بلجيكي وبعت القضية القضية ومسبات ومن هالحكي. تخيلوا في الظروف اللي احنا فيها في نص حرب غزة، هون على طول قررت اني ادخل واعمل بلوك للاثنين اللي سووا فتنة. دخلت على الاول عملت له بلوك، طلعت لي رسالة انه اذا بتعمل بلوك لهذا الشخص راح نعمل بلوك لكل حساباته الثانية في اسماء اخرى. قلت اوكي، كبست اوكي، عملت له بلوك. رجعت على الثاني عشان اعمل له بلوك، دور عليه دور عليه دور عليه ما لقيته. بعدين دخلت على القائمة اللي فيها اسماء البلوك لقيته موجود. هون استغربت انه يعني انا ما عملت له بلوك، شو جابه هون على قائمة البلوك؟ بعد تفكير وصفنان اكتشفت انه هو نفس الشخص عنده حسابين، بدخل من حسابه الفلسطيني بسب على الاردن، وبعدين بدخل من حسابه الاردني بسب على فلسطين وبيعمل فتنة. اسمع يا سيدي، في وحدة اسمها 8200 إسرائيلية، فيها خلية مستعربين بيحكوا عربي أحسن مني ومنك في كل اللهجات، أردني فلسطيني سعودي كويتي مغربي تونسي شو بدك بيحكوا، وفوتوا بحسابات وهمية على أساس إنها حسابات عربية وبلشوا يسبوا، المصري بصير يسب على السعودي، السعودي بصير يسب على الفلسطيني، الفلسطيني بصير يسب على المغربي وهكذا، سووا فتن. والمشكليتهم الكبيرة إنهم منتشرين بطريقة غير طبيعية، في كل مكان بتلاقيهم وتفكرهم أصحابك، حتى في تلاقيهم حاطين صور وتاريخ وكذا. لا أستبعد إن هم برضو حتلاقيهم في التعليقات يمكن بس ينزل هذا الفيديو. فبلغوا دي القصة اللي حكاها محمود، زي ما احنا شايفين كده شغله رخيص بصراحة، وده اللي احنا متعودين عليه من دولة بعقلية دولة الاحتلال الصهيوني، متعودين منهم دايما ان هم يحدثوا الفتن بين العرب وبين الناس عشان يوقعوا الناس في بعضها ويفرق بين الشعوب، ماشيين بمنطق فرق تسد. ناس كتير علقت على الفيديو، تعالوا نشوف جزء من التعليقات اللي موجودة، والبداية مع حساب باسم نور الدين اللي كتب وقال ان في قبل اسبوع طلعت احصائيه من الاردن ان اكثر من 150 الف تعليق وبوست كراهيه موجودين ضد الشعوب العربيه وخصوصا فلسطين، وكانت نسبه 95% منها حسابات وهميه مصدرها الهند واسرائيل، دول بيدفعوا ملايين عشان يخلوا الكراهيه بين الشعوب العربيه وعلى فلسطين وبين شعوب تانية، فرجاء يا جماعه خلونا حذرين. حساب آخر علق على الفيديو راح وقال راح أنزل الفيديو وأنشره بكل حساب عندي، لأن الرسالة دي دايماً بحاول أوصلها وبالذات على تويتر لأنه مقطعين أو مقطعين بعض هناك. حساب تاني علق وقال كلام صحيح 100%، ده اللي نفسي الكل يركز عليه، القضية الأساسية لنا كعرب ومسلمين، ولكن لو فضلنا نعاير بعض وندقق ونركز بده عمل إيه وده عمل إيه وشو بيقدم بدون ما نحكي بوعي ونحاول نظهر الحقيقة ونصحي الناس المغسول دماغها، هنخسر كتير والله. فالله يهدي الجميع والنصر من عند الله. بيان غردت وقالت يا ريت الناس تستوعب انه في منظومة كاملة بتكون فعلا دي شغلتها، كل واحد بيعمل اكتر من حساب وبيبلشوا او بيبدأوا يعملوا فتن بين الناس، وحاليا الموضوع ده بان بشكل واضح للأسف وفي ناس عم تنجر وراهم على العمياني. سارة غردت وقالت لازم يكون عندنا وعي وما نجرش ورا المشاكل، احنا بالنهاية مناش غير بعض. آخر تعليق معانا من حساب اسمه أبو حسام اللي قال الآن لا يكفي التحذير منهم فقط، بل يجب أن ينصب تفكيرنا في كيفية خلق قوة تقنية وابتكار أفكار مضادة للتصدي لهؤلاء متعدين مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. الإلهاء والتشتيت والتشكيك كمان هي أحد الاستراتيجيات اللي موجودة من دولة الاحتلال، واللي معروف إنها بتحاول تواجه الناس بيها، بتوجه الناس لمعارك جانبية بعيدة عن الجرائم اللي هي بتعملها في حق إخواتنا المدنيين في قطاع غزة. عشان كده بنقول للناس دايما ما تنسقوش وراء أي محاولة للإلهاء أو التشتيت أو حتى
لان احنا نعمل فرقه بيننا كعرب، نحاول دايما ان احنا نكون متوحدين على القضيه بتاعتنا، قضيه فلسطين وقضيه نصره كل مظلوم على اي ظالم.